مرحبا بالجميع، وقناع رائع لإزالة الشعر الزائد في البشرة وبشيل التصبغات من أول استعمال. كتير يا بنات، هاي الوصفة كتير رائعة. كملوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا على المكونات، والمكونات متوفرة في كل بيت. داوموا عليه يا بنات مرة أو مرتين في الأسبوع وحتشوفوا الفرق. بجد بجد بيشيل الشعر اللي بيكون في البشرة وبيشيل التصبغات. ويلا نتعرفوا على المكونات. المكون الأول هو الكوكاكولا. حتاخدوا كوب كبير من كوكاكولا. اللي ما متوفر عند الكوكاكولا ممكن تستبدليه بالبيبسي. كتير رائع هذا القناع يا بنات، وانا جربت وقلت الا اشاركم عن متتبعين. حتاخدوا كوب كبير من كوكاكولا وحتصبوه في اناء فاضي. كملوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تزبطوا هاي الوصفة. المكون الثاني هو معلقة كبيرة من نشا الذرة، ونخلط المكون جيد جيد بهذا الشكل. بعد ما خلطنا المكون حناخدوه على النار، والنار تكون هادئة يا بنات مع التحريك المستمر مدة 10 دقائق لغاية ما يصبح بهذا الشكل، شكل الكريمة. كتير رائع يا بنات، بجد بجد بيشيل الشعر اللي بيكون الزائد في البشرة وبيشيل التصبغات. صلاحية المفعول هذا القناع 10 أيام بتحافظوا عليه في الثلاجة. بجد يا بنات كتير رائع. حتخليوه حبيباتي لغاية ما يبرد مدة 10 دقائق عشان نزود عليه المكون الأول والأخير. اللي ما عمل عندي اشتراك في القناة تعمل عندي اشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وما تنسوا لايك حبيباتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد في جديد وصفات طبيعية أم فارس. المكون الأول والأخير هو خل التفاح. اللي متوفر معاها الخل التفاح أو الخل التفاح الأبيض نفس المفعول. حناخده معلقة صغيرة من خل التفاح وحنخلط المكون جيد جيد لغاية ما يبرد حبيباتي، وحتحطوه على البشرة تكون نظيفة. حتحطوه مدة نص ساعة وبعدين بتغسلوه، حتشوفوا يا بنات الفرق. بجد بجد رائع لإزالة الشعر اللي بيكون في البشرة وبيشيل التصبغات. وحافظوا عليه حبيباتي في الثلاجة. صلاحية المفعول تبع هذا القناع 10 أيام فقط. بجد يا بنات داوموا عليه مرة في الأسبوع. بقول لكم باي باي، مع السلامة.